لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب حفظ السر، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطي مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها أي عائشة: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت، يعني قالت عائشة لفاطمة: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهذا الحديث لا شك فيه فوائد كثيرة، منها مكانة فاطمة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فكان يتمثل ذلك مع أهله أكثر من غيرهم. فكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الحديث عندما دخلت فاطمة تمشي تقول عائشة: ما تخطي مشيت، يعني فاطمة مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن فاطمة تشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيته. وهذا التشبه طبعي وليس يعني من التشبه تشبه النساء بالرجال، وإنما هذه خلقة خلقها الله في فاطمة أنها تشبه والدها في المشية. وإلا فإن الأصل أن النساء لا يقلدن الرجال، والرجال لا يقلدن النساء حتى في المشي، ولكن هذه خلقة طبيعية خلقها الله عز وجل عليها، فهي تشبه مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بابنتي. وهذا خلق لا بد أن يتمثله يعني الناس في بيوتهم مع أزواجهم مع بناتهم مع أخواتهم، أن يرحبوا بهم، أن يهللوا، أن يرحبوا بهن، أن يهللوا بهن، أن يعطونهن من الأمور التي تدخل السعادة عليهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب بفاطمة قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، فسارها فبكت بكاء شديدا، ثم سارها فضحكت. فعائشة رضي الله عنها سألت فاطمة عن هذا السر الذي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من بين النساء، فقالت فاطمة رضي الله عنها: يعني ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءتها عائشة مرة أخرى وسألتها بالحق الذي لها،
حق عائشة لأنها أمها، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فعائشة أم لفاطمة، وإن لم تكن أمها نسبا فهي أمها فضيلة ومكانة. فقالت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. فقالت فاطمة: أما الآن فنعم. فأخبرتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تخبرها بالسر، وبعد وفاته أخبرتها بالسر، فلماذا لم تخبرها حال حياة النبي وأخبرتها بعد موته؟ والسر واحد. فالجواب عن هذا أن فاطمة رضي الله عنها ما كانت تفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا السر كان متعلقاً بحياته، أما بعد وفاته فلم يكن لهذا السر أن يكتم، لأن الحاجة اللي من أجلها انتهت، وهي إخباره صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن أجله قد قرب صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم خص فاطمة بهذا الخبر من أجل ما ذكر لها في هذا الحديث، قال: فاتق الله واصبري. لأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأمة ليست كمكانة غيره، وإذا كان عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كادت العقول أن تطيش، حتى أن عمر رضي الله عنه قام في الناس فقال: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قطعت عنقه، فكيف بابنته؟ فهي أولى الناس تعلقا به صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك وطأ لها الأمر فأخبرها بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وقرب أجله بأمرين: الأمر الأول أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءه يدارسه القرآن مرتين، وقد كان يدارسه في كل عام مرة واحدة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا دنو الأجل. وكذلك عندما نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه في صلاته، وقد علم أنه قد قرب أجله، فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه السورة لأنها دلالة على قرب أجله، فأكثر من الاستغفار صلوات ربي وسلامه عليه حتى قبضت روحه. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة بهذا السر، وهو قرب أجله صلوات ربي وسلامه عليه، فبكت بكاء شديدا، فقال لها: اتق الله واصبري. ثم بعد ذلك سارها فضحكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت استبشارا بهذه البشارة التي بشرها بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الصلة التي كانت بين عائشة وفاطمة، وهذا رد على الرافضة أخزاهم الله الذين يعادون أم المؤمنين ويدعون كذبا وزورا حبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العلاقة كما في هذا الحديث بين أمهات المؤمنين وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة قالت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. فلو كان بينهم عداوة أو فاطمة تكره عائشة كما يدعون زورا وكذبا وبهتانا ما أخبرت فاطمة عائشة رضي الله عنها عندما قالت لها هذه الكلمة، لقالت لها: ليس لك علي حق. وحاشا وكلا أن تقول هذا فاطمة، إنما من يقول هذا ليس بمؤمن. قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فالذي يقول عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها حق، هذا كافر مكذب للقرآن. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وأيضا هم أمهات المؤمنين في الفضل والمكانة والقدر رضي الله عنهم وأرضاهم. والفوائد على هذا الحديث كثيرة جدا، ولكن هذا أهم ما ذكرنا في هذه الفوائد على هذا الحديث. آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب حديث ثابت، قال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان،
فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن أنس رضي الله عنه عندما أتى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أتى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الغلمان، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الغلمان. وهذه فائدة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، إما غفلة عن السنة وإما تكبرا، وهي السلام على الغلمان، السلام على الصغار. إذا رأيت صغارا ومررت بهم فسلم عليهم تواضعا لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه مر على غلمان فسلم عليهم، فقيل له فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الغلمان. وفي هذا الحديث قال: أتى علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مع الغلمان فسلم علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الغلمان تواضعا لله، وأيضا لأن السلام دعاء، وأيضا هذا تعويد لهؤلاء الناشئة على هذه السنة، تعويد لهؤلاء الناشئة على السنة. فإذا سلمت عليهم علموا أن السلام سنة، فهم سيسلمون، وهكذا يفشو السلام بين المجتمع والصغار على ما ربيتهم عليه. فقال أنس رضي الله عنه: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة. وهذه الفائدة الثانية، جواز بعث الغلمان، ولكن لابد أن يكونوا مميزين وأن يكونوا عقلة. فهذا الحديث يدل على جواز بعثهم في الحاجات وأتمانهم على الأسرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنسا في حاجة، فأبطأ على أمه، أمه هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وزوجها أبو طلحة. قال: فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ يعني أبطأ عليها. فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت أم سليم: ما حاجته؟ فقال: إنها سر. فانظر هنا تربية الأم، ماذا قالت له عندما قال له عندما قال لها إنها سر؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ولم تتطلب وتبحث عن هذا السر، بل أيدته على فعله وعززت له ما قام به وهو حفظ سر رسول الله. قالت: لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس لثابت البناني، وهو راوي الحديث، ثابت البناني من تلاميذ أنس رضي الله عنه، وهو من المكثرين في الرواية عن أنس، قال له أنس: والله لو حدثت، يعني بهذا السر، لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. وهذه فائدة أيضا، أن يكون المعلم مع تلامذته على هذا الود وهذا الحب، لأن هذا أقبل في تلقي العلم. فأنس عندما يقول هذا الكلام لتلميذه ثابت، لا شك ولا ريب أنه سيكبر قدرا عند تلميذه، وهذا بيان لمحبة أنس لتلامذته، وإخبار المحب بالمحبة من السنة، كما جاءت بذلك الأحاديث ومر علينا بعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل: إني أحب هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. إذن الإخبار بالمحبة من السنة، ومن صور الإخبار بالمحبة ما فعله أنس رضي الله عنه، قال: لو حدثت به أحدا لحدثتك. وهذا دليل على محبة أنس رضي الله عنه لثابت البناني. وهذا هو آخر الحديث في هذا الباب العظيم، وهو حفظ السر. قد مر علينا أن حفظ السر من مكارم الأخلاق وأداب الإسلام، وأن إفشاء السر دليل على نقص الرجولة وعلى عدم المروءة. والسر يشمل كل شيء في الأقوال والأفعال والمجالس بالأمانة، وكذلك إذا التفت الرجل فإنها أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التفاته يدل على أنه لا يريد أن يسمع أحد هذا الكلام، وكل ما دل على أنه من الأمانة فهو من الأمانة، يجب حفظه. وتضييع الأمانة وإفشاء السر من علامات أهل النفاق، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.